تحياتي للجميع مرة أخرى أيها الأصدقاء. في الحلقة الجديدة يقرر عدنان في الحلقة الجديدة أن يقتل ياشار الذي يحقد عليه بعد خسارته للقضية، ويكلف كوراي بذلك. ينفذ كوراي ما يقوله عدنان على الرغم من أنه لا يريد ذلك. يصدم يسار بسيارة، يترك كنعان ملاحظة مجهولة على باب أسليم. يعثر أوزان على هذه الملاحظة التي تفيد بأن كان نادماً للغاية وأن أسليم بريء، لكنه لا يستطيع أن يفهم من تركها. بيرشين مستعد للزواج. تشعر جوليد أن هناك شيئاً غريباً في زواج بيرشين وأوزان. من ناحية أخرى، بينما تنتظر بيرشين بفارغ الصبر زفافها هي وأوزان، يذهب أوزان وراء ملاحظة غير متوقعة. هل سينتصر ياشار في صراعه من أجل الحياة بعد الحادث الذي تعرض له؟ في الحلقة التالية تستعيد جوليد ذاكرتها وتخبر أوزان أن أسليم بريئة. يجد بيرشين الرسالة التي تركها كان على باب أسليم. ياشار في المستشفى، يقول الطبيب أنه في خطر يهدد حياته وأن هناك حاجة إلى 300,000 ليرة لإجراء عملية جراحية له. تقول إيلول إنها ستجد المال. تذهب يغيز إلى مكان الحادث وتجد الطفل الذي اشتراه ياشار لإيلول وتعطيه لإيلول. عندما تعلم إيلول أن والدها قد غفر لها، تجد إيلول السلام وإن كان ذلك مؤقتاً. نعم يا أصدقائي، هذا الفيديو كان هنا أيضاً. إلى اللقاء، نراكم في فيديوهاتنا الأخرى.